السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب من المنظف فاشنال سيكيورتي. إذا اقتنيت للتو سامسونج جالاكسي اس 2. بصراحة هاتف رائع جدا. يمكن أن أقول لك أنه قاتل للآيفون. فرق كبير جدا بأن تعمل بآيفون 4 وتعمل بسامسونج جالاكسي اس 2. يعني for the first impression الهاتف أولا خفيف جدا. يعني لا يصدق أنه يعني عندما تضعه في جيبك يعني لا تشعر أبدا بتواجده. اللهم فقط بالنسبة للعرض الذي يظهر جليا. إذن هذا هو الهاتف كما تلاحظون معي. إذن سأحاول كما تلاحظ معي أولا أن هنا شاشة عريضة جدا يعني طويلة جدا وعريضة كذلك مما تسمح لك برؤية يعني واضحة. كذلك الشاشة AMOLED screen مما يمكنك من يعني العمل بهاتفك في الشمس من دون مشاكل أن تجد مشاكل فيما يخص يعني يعني فيما يخص الهاتف أو فيما يخص كذلك الرؤية. كذلك بالنسبة لعرض الهاتف فكما تلاحظ معي هو رقيق جدا يعني نصف الايفون فهو رقيق جدا. شيء رائع جدا بالنسبه للجالاكسي اس 2. 8 ميجا في بيكسل في الكاميرا يعني فلاش كبير جدا مما يمكنك من التقاط صور بوضوح في الليل. كذلك الصور هي بدقة عالية فيكفي ان سامسونج جالاكسي اس 2 ياتينا بالفول اتش دي شيء يعني يمكنك من الرؤية بشكل او من التقاط صور بشكل رائع. وكذلك بالنسبة للفيديوهات بطبيعة الحال الميموري الانتر ميموري الخاصة به يعني حوالي يمكن حوالي 16 جيجا بايت وتمكنك يعني من التقاط احلى اللحظات مع اصدقائك. في الحقيقة يعني بعد عملي بالايفون 4 لمدة يوم ويعني عندما كنت ارغب في شراء هاتف بعد بيع الاتش تي سي ديزاير اس فيعني بعد عملي بالايفون 4 لمدة يوم وعملي باتش تي سي او بسامسونج جالاكسي اس 2 فبصراحة هناك فرق كبير جدا لا من ناحية دقة الشاشة لا من ناحية كذلك يعني يعني الجمالية والخفة. فكل هذا يعني يدفع بأي شخص أن يحب السامسونج جالاكسي اس 2. بطبيعة الحال اس جالاكسي اس 2 يتوفر كذلك على كاميرا فرونت كاميرا يعني تمكنك من عمل فيديو كولز او كذلك يمكن فقط ان تقوم بالتسجيل لما لا. اذا هذه هي الفيرست امبريشن يعني ماي فيرست امبريشن يعني اباوت اس سامسونج جالاكسي اس 2. ان شاء الله في تقارير اخرى ودروس اخرى ان شاء الله سنقوم بها باستخدام سامسونج جالاكسي اس 2. شكرا لكم على المتابعه.